الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: امرأة توفي زوجها وهي مريضة في ظهرها ويصعب عليها التنقل، وجاءها خبر الوفاة في بيت ابنتها، فهل لها أن تمكث حتى تشفى أو تنتقل إلى ابنتها الأخرى حتى تتحسن حالتها الحالة الصحية لها ثم تعود إلى بيتهم؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر عند العلماء أن الأمر إذا ضاق اتسع، والمتقرر عند العلماء أن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر. وعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كانت هذه المرأة عاجزة عن الانتقال عن بيت ابنتها التي هي فيه الآن عند مجيء خبر موت زوجها وهي فيه بسبب مرضها الذي ألم بها والذي يمنعها من الحركة أو يشق عليها أن تتحرك في هذه الحال، فلا يجب عليها أن تذهب إلى بيت زوجها لتعتد فيه في هذه الحال الراهنة حتى يشفيها الله عز وجل ويعافيها وتستطيع الحركة ثم تذهب، لأن اعتداد المحادة في بيت زوجها أمر واجب، والمتقرر عند العلماء أن الواجب يسقط بالعجز، وأن تكاليف الشرع منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فإذا كانت قادرة على أن تذهب إلى بيت زوجها فهذا هو الواجب، ولكن على حسب سؤالها هي لا تستطيع بسبب ألم في ظهرها يمنعها أو يثقل عليها الحركة ويشق وتشق الحركة مع وجود هذا المرض عليها، فلا بأس عليك أيتها المرأة أن تعتدي في بيت ابنتك حتى يشفيك الله عز وجل ويعافيك وتستطيعين الحركة بلا ثقل ولا مشقة. فإن بقي من أيام العدة شيء ترجعين لتعتديها في بيتك، وإلا فلا شيء عليك إن شاء الله، ولا يلزمك لا كفارة ولا أي شيء آخر. أحسن الله عزاءكم في والدكم، وأسأل الله عز وجل أن يشفي أمكم وأن يعافيها، والله أعلم.